كيف ترى وضع العراق والأزمة السياسية؟ والآن نحن نترقب كلمة لرئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي. الواضح من أولويات وأولى الأمور التي سيذكرها هي مسألة مبادرة الحوار الثالثة بين الأطراف المتنازعة كما نعلم، التيار الصدري والإطار التنسيقي. بعد هذه الكلمة والدعم الدولي للحوار وغيرها، كيف ترى ظروف هذه الأزمة السياسية بتقديرك؟ شكرا ألف شكر دكتور. حقيقة نحن نمر بأزمة خانقة وأزمة طويلة أخذت أكثر من ما هي تستحق وأخذت أكثر من ما هي بمستوى الحدث. أعتقد الصراع بدأ للمسات الأخيرة، يمكن أن يكون هناك توافق ويمكن أن يكون هناك مفاجأة اللحظة الأخيرة بعد رجوع دولة رئيس الوزراء من نيويورك. أنا أعتقد إثارة هذا الموضوع على في هكذا محفل في أمم متحدة وفي الأنيوال ميتينج في الاجتماع السنوي معناتها يركز على عمق الخلاف اللي داخل البيت العراقي وبين أكثر المكونات. حقيقة يعني تقريبا تقاربنا على مستوى على سنة بعد الانتخابات، لحد الآن الحكومة غير مشكلة، هي نتيجة انتخابات، كانت أقسام أطراف عديدة شكوا بها ولم يعني العملية الديمقراطية كلها في البلد بعد كل هذا الجهد أنا أعتقد تمر بمرحلة خانقة. أتمنى من الأخوة القيادين والمسؤولين أن يحسوا بمسؤوليتهم وأن يكونوا بأكثر من ملينا من المبادرات والمفاجآت، وشفنا اللي صار خلال الشهر السابق بداية الشهر من التعدي، وضحينا بأكثر من 60 شخص وأكثر من 400 جريح لحد الآن بسبب الخلافات السياسية بين السياسيين. نتمنى أن يكون الفترة ما تبقى أن نعظ ونأخذ درس مما مرينا به وما تعدوا به على كرامة المواطنين وعدم الاعتراف بالعملية الديمقراطية التي كانت نتائجها واضحة. شفنا بأن مبادرة التحالف الثلاثي كيف كان بالبداية، والتيار كيف ألح أن يكون جزء أن يكون عائقا أمام تشكيل الحكومة كأغلبية سياسية. أعتقد يمكن بعد ما المبادرة الجديدة للسيد الصدر والتآمر اللي تعرض إلها من قبل أطراف أقليمية وأطراف داخلية أن تضع الأمور في مكانها الصحيح بعد كل ما مرينا به.